من بأن أنت فقط ترشح هذاك. ولذلك أنا نقول باش نجي في آخر مطاف باش الخلاصة أن باش يرمي المنشفة بعض ضد الاعتبار هذا ماهيش من المسؤولية أبدا ولا مسؤولية. احنا جئنا لنرى الجو الوضعية لما لاحظنا بأن القضية الأمور حسمت بعد الاجتماع تاع الرباط بعد قبل ما يصدر رد الاعتبار لذاتي. ولذلك احنا طبعا ما نجموش نجبدوا الملف تاعنا في ذاك الوقت، ولذلك تركنا المجال. ولما راينا باللي ضروره بسحب الملف، احنا الملف هذه ليس نهايه العالم. انا نقول من تسمح لي من صنع لقجع صنعه الجزائر، كنت الجزائر كان مترشح مع مترشح جزائري. ولذلك نقول كون جات الاستمراريه وكون جات الامور على، لان قاعدين يعطيونا المثل بالمترشح السابق، اعتقد ان الصفعه تاع 7 اصوات هي اللي خلات المترشح المغربي ان يبرز ويتقدم، لان كان من المفروض لما نكون